لأنه أي مبتدئ عنده، أي كافر ذاته عنده خير وعنده شر. إبليس ما رأس الكفار؟ مش رأس رؤوس الطواغيت الخمسة هو إبليس؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دعا الله، ده خير ولا شر؟ واعترف بربوبية الله، قال ربي، خير ولا شر؟ خير. يعني هل الآن لو سئل المجرم ده والمتلون ده عن إبليس يقول فيه خير ولا فيه شر؟ ما هو لو بيقول عن أهل البدع فيهم خير وشر، لأنه القاعدة عنده إنه لازم أي صاحب شر نذكر شره وخيره، خلاص إبليس رأس الشر، لابد تذكر خيره. شنو؟ فرعون مش قال أنا ربكم الأعلى وكافر وده كله شر؟ ربى موسى ولا ما رباه؟ رباه. وده خير ولا شر؟ خير. يبقى برضو لما يسألوا عن فرعون يقول فيه خير وفيه شر. We will go through a book that was published by Usul or Islam House, and you will find the book on the website for you to download. It was written by a renowned scholar, Sheikh Abdul Aziz Al-Tarifi. نحن من المناصرين لها أيضا. والثورة السورية أرى أنها نعمة من الله عز وجل أرادها لهذا البلد. لا شك أن ما يحدث في سوريا خير عظيم أراده الله سبحانه وتعالى لها، وربما أيضا لغيرها من دول الإسلام. الدكتور محمد العريفي، وهو من أهل الفضل الذين نفع الله عز وجل بهم، وله علم وخبرة ودعوة، وهو من أهل الإحسان، وهو بعيد عن الهوى فيما أحسبه، والله حسن. بالتلميع، بل أنا أقول قاعدة: إذا وجدت الرجل يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام، فاعلم أنه منحرف، مثل الددو ومثل الطريفي ومثل العريفي، هؤلاء منحرفون على منهج الإخوان. زاد episode so and so and so, but Sheikh so-and-so goes against what you say. Sue me. What do you want me to do? This is his opinion. This is my opinion. Yes, if I discover that my opinion is wrong, I come and say that I was wrong. So what? I make mistakes. I would not insist on making a mistake till I meet Allah Azza wa Jal. Then I'll be punished for that. I would not insist on making a mistake till I meet Allah Azza wa Jal. Then I'll be punished for that. If you go there, there is a series, a playlist with the name of The Islamic Faith. Hmm. And this is a book was written by Sheikh Abdul Aziz Al-Turaifi, which is a lot of the people are against, and a lot of the super Salafis accuse him of being Khawarij, of this and that. I would not
insist on making a mistake till I meet Allah Azza wa Jal, then I'll be punished for that. ولذلك نحرص الناس أن يقرأوا كتب الكتب الحديثة التي يكتب بها المسلم الكاتب المسلم من روح الاستعلاء، كما هي كتابات سيد قطب رحمه الله مثلا. هناك كتاب يتأثرون بالانهزامية الموجودة الآن، فتحس وأنت تقرأ تحس بالانهزام. I would not insist on making a mistake till I meet Allah Azza wa Jal, then I'll be punished for that. يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يطعن في سفيان الثوري فاعلم أنه كذا، وإذا رأيت الرجل من أهل مروي يطعن في عبد الله بن المبارك فاعلم أنه مبتدع، وهكذا. فالذي يطعن في الشيخ ربيع هذا دليل على أنه مبتدع. الجامي والشيخ ربيع بن هادي الأدخلي كلاهما من أهل السنة المعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. براهوه رحمه الله جميعا، فقال: مثلي يسأل عن إسحاق، بل أنا أسأل نعم بل إسحاق يسأل عني. وأنا فكلمت قبل في أول كلامي عن ما أعلمه من الشيخ ربيع وفقه الله، وما زال ما ذكرته بنفسي حتى الآن، ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له. The madkhalism is a word used by a faction of the Muslims, and this is a byproduct of the intelligence department, the CIA, whatever. Consensus among the scholars in regards of khuruj, and khuruj is to rebel and go against the Muslim ruler. So is there any ijma'? The answer is no. Like most issues, there is no consensus among scholars. There would always be a scholar here or there that would go against the vast majority. وتحريم الخروج على الحاكم المسلم الظالم من المسائل الخلافية. لا، ليست من المسائل الخلافية، هذا كذب، بل هي إجماع، يطاع ولو كان ظالما، ما دام أنه لم يخرج من الدين فإنه يطاع، إلا في المعصية فتتجنب المعصية. وأما أنه يخرج عليه لأنه ظالم فهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمع وأطع. You think? Who cares what I think? Go back to the Quran and the Sunnah. One of the best scholars today living,
or two best scholars. One would be Sheikh Mohammad Hassan Addadu. He's from Mauritania, but since the past few years he's living in Turkey, in Istanbul, and I've been meeting him for several years. Alhamdulillah, the last I met him was at the KL summit, and before that when I was in Turkey. He is one of the best living Islamic scholars in the world, as well as Sheikh Abdulaziz Al-Turaifi. And the other one that I can think of and I can name is Sheikh Muhammad Salim Munajjid. I would not insist on making a mistake till I meet Allah Azza wa Jal, then I'll be punished for that.